السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بقى لنا فتره ما عملناش فيديوز اخبار حصريه خالص، ولكن شاومي بتقطع هذا الانقطاع. شاومي النهارده في الصين اعلنت عن الريدمي كي 30 خليفه الريدمي كي 20 او زي ما نزل في مصر المي 90. ففي الفيديو بتاع النهارده هعرفكم كل حاجه وصلت لنا عن الريدمي كي 30 وفي انتظار انه يوصل لنا عشان نعمل له مراجعه مباشره. فلو انت اول مره تشوفني فما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا هنزله. شركه شاومي في بدايه 2019 اطلقت سلسله جديده وسميتها سلسله الكي 20 والكي 20 برو، ونزلتهم وعملوا ضجه كبيره جدا في السوق العالمي وفي السوق الصيني وفي السوق الهندي. والكي 20 او المي 90 عمل ضجه ضخمه جدا ومبيعات جباره في السوق المصري، وده لان هو كان بيقدم مبدا القيمه مقابل السعر في ابهى صوره، وده اللي ما اختلفش عليه اتنين خالص سواء المراجعين او المستخدمين. فالنهارده ومع نهايه 2019 اللي كانت مليئه بالاحداث المهمه جدا لشركه شاومي، فشاومي بتقدم لنا الريدمي كي 30. فهل الموبايل ده يعتبر تغيير جذري او تحديث جذري للريدمي كي 20، ولا يعتبر فيه تحديثات طفيفه بسيطه زي معظم الاجهزه اللي نزلت الفتره اللي فاتت؟ شركه شاومي مع استحداث ال 5G وابتدت ظهوره او ابتدت استخدامه الفعلي في الاجهزه في 2020 كانت ليها السبق، هي اللي ابتدت تستخدمه او هي اللي هتنزله لنا في الفئه المتوسطه. فالكي 30 هنا بينزل بنسختين، النسخه ال 5G والنسخه ال 4G. النسخه ال 5G اللي هي بتيجي بكوالكوم سناب دراجون 765G، وده الاختلاف الطفيف او الاختلاف الوحيد اللي ما بين النسختين، والنسخه ال 4G بتيجي بكوالكوم سناب دراجون 730G. وبما اننا عندنا في الشرق الاوسط قليل جدا من الدول اللي ابتدت تنزل 5G او ابتدت تدعم ال 5G في الاشارات او في الشبكات بتاعتها، فمصر هينزل فيها اكيد النسخه ال 4G اللي هي 730G. بما ان ده الاختلاف الوحيد ما بين الموبايلين فاحنا هنتكلم بصوره عامه عن الموبايل بعد كده. فبالنسبه لتصميم الخامات، فالتصميم من الخلف هو تقريبا قريب جدا من التصميم بتاع الريدمي نوت 8، ولكن مع اختلاف ان احنا واخدين السيركل او الشكل الدائري او الباترن الدائريه الموجوده في الجزء الخلفي الموجوده في ال 7T من ون بلس وموجوده في الميت 30 برو من شركه هواوي. الصراحه ما عنديش اي اعتراض ان الشركات تقلب بعضها في التصميم طالما احنا هناخد تصميم عملي او تصميم جديد او تصميم حلو، يعني ما فيش اي اختلاف عليه. وبالنسبه للواجهه الاماميه فاحنا هنلاقي التصميم اللي الشركات ابتدت تستحدثه في 2020، وهو الهول بانش اللي سامسونج كانت محتكراها او كانت هي بس اللي بتستخدمه في 2019، وهو الخرم اللي في الشاشه. فاحنا نبتدي نبعد عن السلايدرز وعن المواتير والحاجات المتحركه ونبتدي نعمل ثقب في الشاشه. وبالنسبه للكي 30 فشاومي نويت في المؤتمر ان هو موجه اكتر للجيمرز، ده بناء على المعالج اللي بتستخدمه الجديد اللي هو 765G، وده يعني متظبط اكتر للجيمرز ومتوافق اكتر مع الالعاب، بالاضافه لان في جزئيه مهمه جدا ودي اللي بتميز الكي 30 من شاومي، وان هو بيجي بمعدل تحديث للشاشه او ريفرش ريت للشاشه 120 هرتز. وبكده نقدر نقول ان الريدمي كي 30 هو اعلى موبايل في السوق حاليا من معدل تحديث الشاشه او الريفرش ريت بتاع الشاشه، ف 120 هرتز دي هتكون جباره جدا وبالذات للجيمرز. ممكن تكون 90 هرتز اللي شفناها 2019 في اجهزه زي ال 7T من ون بلس وال 7T برو وال ون بلس 7 برو ما كانتش واضحه قوي، او حاجه من ريلمي مثلا زي الريلمي اكس 2 برو، ولكن ال 120 هرتز هتكون واضحه بشكل خرافي جدا، التليفون هيكون سلس بشكل كبير، وده اللي واضح من التسريبات او من الفيديو شفناها من المراجعين الاجانب اللي استخدموا التليفون بالفعل. ولكن احنا في انتظار الموبايل يوصل لنا، لان انا متحمس جدا ان انا اجرب ال 120 هرتز اللي موجوده في جهاز شاومي الجديد الريدمي كي 30. ولكن في تضحيه هنا وتضحيه سخيفه شويه من شاومي. شاومي هنا في الجهاز ده كانت منزلنا في الاصدار اللي فات الكي 20 والكي 20 برو شاشه اموليد، وكانت تشابه الالوان بتاعها ممتاز جدا وكانت بتدينا تجربه متميزه وممتعه جدا مع الجهاز. ولكن هنا في الكي 30 شاومي تنازلت عن الشاشه الاموليد وادت لنا هنا شاشه اي بي اس ال سي دي. ما عنديش مشكله خالص مع شاشات الاي بي اس ال سي دي، الشاشه بتبقى كويسه جدا، ولكن يعني تجربه الاموليد او تجربه المستخدم شاشه الاموليد بتكون يعني تجربه استثنائيه، بتدي التليفون انطباع البريميوم او انطباع الفخامه، وانت بقى احس انت ماسك تليفون من فئه عاليه مش ماسك تليفون في الفئه المتوسطه مثلا. ففي شويه مميزات كانت في الكي 20 والمي 90 هنخسرها في الكي 30، وهي زي الاولويز اون ديسبلاي، لكن غير كده شاشه الاي بي اس ال سي دي مع ريفرش ريت ده الصراحه هتقدم لك تجربه متميزه جدا، وده اللي انا منتظر اجربه مع الجهاز ده. بالنسبه للاضافات الجميله اللي شاومي اضافتها في الجهاز، هو ان البطاريه هنا بقت بسعه 4500 ملي امبير، والشحن هنا بقى شحن سريع بقوه 30 واط، 30 واط، والشحن السريع موجود في العلبه، فالموبايل شحن معاك من 0 لحد 100% في
حوالي ساعه بالظبط، ودي حاجه كويسه جدا من شاومي. بالاضافه ان انت عندك هنا اكتر من نسخه، عندك بيبدا من مساحه 64 جيجا و6 جيجا بايت رام، وصولا ل 256 جيجا و8 جيجا رام، سواء في النسخه ال 5G او في النسخه ال 4G. وبالنسبه لسعر النسختين اللي نزلوا في الصين، فنسخه ال 4G بتبدا من 3700 جنيه تقريبا، والنسخه ال 5G من 4700 جنيه. وطبعا مش ده سعرهم اللي ينزلوا بيه مصر، لان الاسعار بتختلف شويه، يعني سياسه التسعير مع الجمارك مع الكلام ده كله الموضوع بيختلف شوية. بالنسبة بقى للتحديث هنا، فالتحديث هنا في الكاميرات، سامسونج السنة دي استخدمت مستشعر جديد من شركة سوني، وهو المستشعر 64 ميجا بيكسل. ويعني السنة دي عاملة شغل حلو قوي في الكاميرات، عاملة شراكة مع سامسونج وعاملة المستشعر 108 ميجا بيكسل اللي نزل في الشاومي مي نوت 10 اللي عايز تشوف المراجعة بتاعته هقول لكم من الاي لفوق. موبايل خرافي جدا، وخصوصا في الكاميرات بقدم تجربة ممتازة. وهنا سوني قدمت أول مستشعر 64 ميجا بيكسل ليها في موبايل موجود لحد دلوقتي، قدمته في الكي 30 من شاومي. بالنسبه بقى لاربع كاميرات، فاحنا قلنا الكاميرا الاساسيه كاميرا 64 ميجا بكسل بمستشعر من شركه سوني، وبتقدم فتحه عدسه f1.8، وبتقدر تصور 4K لحد 30 فريم، وفول اتش دي لحد 60 فريم بير سكند. وبالنسبه للعدسه الثانيه، فيها عدسه تيلي فوتو 8 ميجا بكسل، والعدسه الثالثه هي 5 ميجا بكسل وهي الترا وايد، عدسه واسعه. والعدسه الاخيره الرابعه معانا وهي ديب سنسور 2 ميجا بكسل، وملهاش استخدام قوي، يعني انت معاك 3 عدسات ممكن نتكلم عنهم في الموبايل ده. وبالنسبه للكاميرا الاماميه في الموبايل ده، فيها 20 ميجا بكسل وتقدر تصور لحد دقه فول اتش دي 30 فريم بير سكند. وبالنسبه بقى للبصمه، فانت هنا ما عندكش شاشه اموليد او سوبر اموليد عشان يكون في بصمه مدفونه تحت الشاشه، هنا عندك البصمه على الجنب محفوره في الاطار بتاع الموبايل، والبصمه هنا هتكون سريعه جدا. جربت البصمه دي مع الاونر 9 اكس والصراحه قدمت لي تجربه ممتازه، وصراحه شايف ان ده المكان الكويس او المكان الممتاز او المكان المثالي للبصمه. اي نعم البصمه اللي تحت الشاشه هي حاجه كده تحسها حاجه مستقبليه وحاجه جميله، ولكن فعليا المكان العملي للبصمه هو الجنب بتاع الشاشه، ان انت ماسك الموبايل قادر توصل لها بسرعه جدا، بتفتح بسرعه، مفيش يعني مشاكل مثلا ان انت تدوس في مكان غلط او كده، لا انت عارف مكان زرار بار، المكان مدفون في الاطار بتاع الموبايل، بتوصله بسرعه جدا، نفس الفعاليه بتاعه البصمه الخلفيه بتاعه الموبايل. بالنسبه بقى للكاميرات الاماميه، فانت عندك هنا كاميرتين مش كاميرا واحده، الكاميرا ال 20 ميجا بكسل اللي قلنا عليها، وكاميرا ثانيه 2 ميجا بكسل ديب سنسور، وهتساعد الفيس انلوك ان هو يفتح اسرع، وعشان البورتريت مود. فتقريبا دي كل حاجه عرفناها لحد دلوقتي عن الريدمي كي 30. فاتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ده كان تلخيص لكل حاجه وصلتنا على الموبايل اللي تم الاعلان عنه النهارده في الصين، يعني النهارده وقت تصوير الفيديو. وبس كده، اتمنى تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد انا هنزله. ولو عندكم اي اسئله او استفسار اكتبوها في تعليق تحت الفيديو ده، وكان معاكم عبد الرحمن الهواني، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.